بريفيري الدورتي الثامنه. ثاني مشاركه لك في قنيطره، كنتمنى تكون مشاركات عديده في قنيطره، شرفتينا. بغيت نسولك اولا على الاعمال ديالك جايه الجديد فيها. مساء الخير لكم، مساء الخير لكل متتبعي قنيطره 36. تحيه كبيره للضيوف هذا المنبر الجميل هذا، وشكرا على الاستضافه الكريمه. جد سعيد في هذا اللقاء ديالي بربيع القنيطره، وخصوصا كيصادف واحد المناسبه اللي هي عزيزه عليا بزاف، اللي هي اليوم العالمي للمراه. فالمراه بالنسبه لي جوهره، خصوصا الوالده ديالي هي العقل. فشكرا لكم، وكنت سعيد جدا ان الجد ديالك راقي وراقي جدا، المسار ديالك كامل اكيد ناحيه المده. الحمد لله، يعني فضل الله سبحانه وتعالى، الانسان كيجتهد كيبقى لك كيبقى لك. مؤخرا تفاجئنا بمرض ديالك، كيف بقيتي؟ الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك. هذا المنبر الحمد لله بسلامتك ونورتينا، رجعتي للساحه الفنيه. ونتمنى لك طول العمر والصحه والعافيه. بمناسبة عيد الأم كنتمنى الوالدة ديالك طول العمر والصحة والعافية إن شاء الله، ونتمنى تزورنا في قنيطرة عما قريب. شكرا جزيلا، شرفتينا. بارك الله فيك، شكرا لكم، وشكرا لكم المشاهدين الكرام وحسن المستمعين الكرام. الله يكبرك، شكرا جزيلا.